لعنا ريسبشن يا مش عارف ريسبشن. لا اسمع احنا نحب امور منظمه. ايه منظمه مش معايا مش هشيبوا ناس مش يدعمونا مش يشوفوا معايا يعطينا مصروف. هذا فين لعنا ريسبشن اللي هي كارت مصروف. لا اسكت اني عندي رجال اكثر من الكلمه هذه ما فماش كلمه اخرى تعبر اكثر من رجوليه. انا قلت لهم البارح في الصاله قلت لهم انا ما عندي ما نقول لكم اني نعرف اني عندي رجال وبالفعل عندي رجال وظهر رجال. هذه هي اللقطه نهايه مباراه كره اليد بين قاعه صياده. لقطه الحقيقه معبره بين الرئيس ونائب الرئيس. سي سلاح يظل لي انتصار ضد بني خلاد. انتصار ضد بني خلاد وانتصار ضد صياده وان شاء الله كل اسبوع هكا. صحيح اليوم تعدينا مرحلة لكن لازمنا نخدموا المرحلة القادمة خاطر المرحلة القادمة أهم من المرحلة اللي كانت. لازم كما توا كما تراو يد في اليد داني وعماد وإن شاء الله بإذن الله آخر الموسم إن شاء الله تكون لقطة خير من هذه برشا. إن شاء الله أسماني بالنسبة لي وسلاح رانا على الزر. أنا شديت الهوند ما شديت الهوند كان ما سلاح الشطي خدمت وكل في شديت الهوند عام طلعنا به والعام العام العام من أجل الصعود. السنة رب التشكيلة تعاودت بدل جديد سلاح الشطي وعماد قراف الهوند وصلاح الشطي في الفوت وبالقدره نتاع ربي فما كان الخير. درجه اولى كما نقولوا شوط اول عملنا شوط اول تو الوقت الحاضر قطعناه بنجاح بالقدره نتاع ربي. الفوت هي عملت اقلاع بالقدره نتاع ربي ان شاء الله تواصل في المنهجيه هذه. وبالنسبه احنا عندنا زوج شطور عملنا شطر شوط اول مازال شوط ثاني مش نحضروا له الشوط الثاني وبالقدره نتاع ربي مشي له ناسيونال. سي عماد اسمحنا اللي باش تعمل معناها ريسبسيون نهار ثلاثة يندرى هذه دعوة مفضوحة للحباء وللناس اللي يحبوا هلال مساكنة. شوف احنا مش نعملوا ريسبسيون لاولادنا عندنا بريمات وعدناهم خاطر الماتش اللي فات مع بنعروس والماتش هذايا ما عطيناهمش بريمات عقلناهم لهم الزوز بريمات مع بعضهم باش يكملوا الماتش هذا. مش نعطيهم مش نعملوا لهم ريسبسيون بمناسبة الصعود باش نلعبوا على البلاي اوف مش نعطيهم المستحقات نتاعهم. وهذه دعوة مفتوحة اخويا لجميع الاحباء باش يجيو ويوقفوا مع الجوهرات ويعملوا لنا جو في وسط الصاله. كما قال عماد المقابله اللي فاتت قلت له مش نعطيهم بريم قال لي ولا لا يلزمنا نستناو المقابله هذه ونقلوا لهم بريم كبير باهي ان شاء الله باذن الله. هذه كما قال عماد درجه اولى درجه ثانيه توا نحضروا لها من توا باش نلقاو روحنا على الاقل ما نلقاوش روحنا معناتها بالكلام واحد يلزمها توا فعلا يلزمنا نحضروا ليكيب من جديد تحضيرات خاصه للمقابلات القادمه لطلوع القسم القومي. واني متفائل برشا بعماد قراعه ما كل نشد الهوند الا كان ثم طلع ان شاء الله الموسم الماضي نطلعوا فوت هوند ان شاء الله. ان شاء الله هذه بتشجيعات راهو اسمع يا شيخ راهو بتشجيعات سي سلاح خاطر الساعه من اول العام قال الجمعيه انا مش نلقاوها تلعب على الطلوع انا مش ندعمها سواء كره اليد ولا سواء كره القدم. معناتها راهو مش عماد قراعه راهو الهيئه كامله سلاح الشرطي وعماد قراعه والناس الكل رانا الجمعيه احنا توا خاطر احنا ظاهر القدر بتاعنا تو باش نلعبوا مجلس الصعود. ولهذا يا خويا دعوه للناس الكل راهو مش كان عماد قراعه وسلاح الشرطي رانا الناس الكل تعاونونا والناس الكل توقفوا معنا وش ما يجي راهو يدخل البلوس فينا احنا وكاو. دعوه للمساكنيه كل باش بالحق نلموا بعضنا ونمدوا ايدينا لايدين بعضنا باذن الله ما ثم كان الخير وراني نتصور السنه عندنا فرحه كبيره ان شاء الله. بالنسبه للانتدابات احنا عناصر ممتازه الحق نتاع ربي السنه قمنا بعده انتدابات واخرهم الحارس المرمى هذا اللي جبناه معناتها ملاعب ممتاز شارك في كاس العالم للانديه مع الاتوال وشارك في الشامبيونز ليج مع الاتوال ولعب ماتشات كبار ان شاء الله هو اول سيونس معناتها ترينا حاسين معنا وان شاء الله ناقصنا مازال لاعب يساري مش نسعى بالقدره نتاع ربي بكل ما اوتينا من جهد باش نجيبوا يا لاعب يساري ممتاز باش ندعموا الحضور نتاعنا وندعموا فريقنا ان شاء الله. سي عماد في نهايه المباراه شفنا دموع ندرى دموع الفرحه دموع الانسان تحت ستريس ولا شنو بالضبط؟ والله ايش من كل شيء فرحه وستريس وش باش نقول لك انا واحد من الناس ما رقدتش البارحه والله اللي رقدت النوم اي سيدي معناتها بتلمو خاطر نعرف اسمع كيما فما احباء وغيورين على الجمعيه فما ناس ما تريدلكش باش تنجح وفما ناس ماذا بها رانا ما لعبناش على المحقيقه هذه ما طلعناش البلاي اوف فهمت لكن الحمد لله هذا كي تلم ليزيموسيون هذوما وستريس الواحد بصراحه تكهو. يعني بعكس عماد البارح رقدت خاطر قعدت مع الاولاد قبل البارح في الليل بعد لونترينمون
واكدوا لي بحاجه خاطر كي تحس الملاعب يبدا بالحق حاشو بحاجه يعملها يعملها. معناتها حسيت من الكلام من كلامهم من واحد اللي هما ماشي يجيبوه وكانوا عند وعدهم وما عملوا كان اللي لازم يعملوه. نشكر الملاعبيه كل الاطار الفني والمسؤولين اللي مع سي عماد والحاج بريري الحاج الكبير هذاك اللي كل وين حاجته بيه وقناه. الحمد لله رب العالمين بالحق عندنا مجموعه ممتازه ان شاء الله يوصلوا هكا خاطر كي يوصلوا هكا الناس كل المهم القلب الصافي اذا نبداو صافيين مع بعضنا باذن الله ثم كان الخير. مش نقول لك حاجه اخرى هشام ماني راهو مش مع الخوف، الخوف كان من ربي والستريس وما لقيتش البارح مش انا في الجمعيه نتاعنا من خاف كان من البعبية بتاعنا خاطر شفنا النيفو بتاع الجمعيات ولعبنا معهم ما فماش جمعية خير منها. أما الله لا يقدر نطلعوا في نهار كما لعبناه مع هيبون معناتها مش جوار ولا اثنين ولا ثلاثة معناتها باس خارج اللعبة هذاك الشيء اللي خوف. راهم خافوا كان من لعبيتنا أما كي يبداو في فورما يبداو عاطين في قلوبهم كيما هكا بالقدرة بتاع ربي لاباس بالقدرة بتاع ربي فما كان خير. استاذ لاح وسي عماد انتصارات في كرة القدم وانتصارات في كرة اليد يندرى الهيئة المديرة اللي مساكن مستعدة كما يلزم للبريمات والشهاري وكذا. والله الحمد لله لحد الآن احنا عاملين الواجب ان شاء الله توا بالحق كما نعرفوا شهر جانفي ديما صعيب باذن الله ان شاء الله الجمعة هذه باش نعملوا دورة نقول للحبايب نتاعنا نعرف اللي ماهوش باش يكسفونا كما قال ان شاء الله نتعاونوا انا وعماد وان شاء الله ما ثم كان الخير باذن الله. متفائل برشا خاطر الفائده كما قلت بكري فائده في القلوب الصافيه واذا كان صافيين مع بعضنا ربما ما نخافوا من حتى شيء. والله شوف انا ما خبيش عليك حتى شيء هشام بالنسبه لي لياني يعني وسلاح رانا نتكاتفوا ونتآزروا والله ما عنديش انا نمشي له ونقول له اعطيني هو ما عندوش يجيني ديبانيه بلا قاعدين نقدروا عليه. ما احنا ماناش مقصرين الحق احنا تو تشوف لي سالير تاع الهوند وتشوف كل شيء امورهم كل خالصه ولا الفوت ولا بس اما احملش معريش احنا يا حبذا لو كان يجيو يدعمونا ويوقفوا معنا احملش معريش كي يدخل برشا لسلاح ويدخل برشا لعماد هذيك المشكله من الواحد يتعب. اما احنا بالنتائج نتاعنا وبالريزلتا بديت ماشي ان شاء الله خويا نلقاو الدعم اللازم وكاو. اما احنا بالنسبه لي وللسلاح نوعدكم رانا ما نبخلوش على جمعيتنا بحتى شيء حتى فرنكو حتى مليون.